تمام، كله بيقول مفهوم السكوت علامة الرضا. طيب نخش على السبيشاليزيشن بقى. ايه السبيشاليزيشن؟ سبيشاليزيشن عمليه عكسيه بقى. انا كنت ماشي عادي في السيستم بتاعي بتكلم على حاجات اساسيه قوي، وبعد كده بدات اخصص في التفصيل، انزل بالتفصيل. يعني انا عندي وان انتيتي، بس انا همسك الوان انتيتي دوت واعمل له سبليتنج، اقسمه الى اكتر من ايه، من سب انتيتي تحتيه. يعني هيبدا يتقسم الى انواع فرعيه. تمام؟ ليه؟ نتيجه حاجه من الاثنين، يا اما في اتريبيوتس معينه خلاص خاصه ببعض البيانات، واتريبيوتس مش خاصه ببعض البيانات، او نتيجه ل ريليشن شيبس. الريليشن شيبس ديت مرتبطه ببعض الحاجات وبعض الحاجات لا. يعني من الاخر اتريبيوتس مرتبطه ببعض الحاجات وبعض الحاجات لا، او ريليشن شيبس ببعض الحاجات وبعض الحاجات لا. تعال ناخد مثال، تعال ناخد مثال. انا في شركه القطع اللي هي شركه السيارات والحاجات دي كلها، تعال نتخيل ان احنا عندنا بنتعامل في قطع الغيار. خلاص؟ في البارتس. والقطع الغيار دي عندي القطع الغيار، بدي اي قطع الغيار بديها بارت نمبر، بديها الديسكريبشن بتاعها، وبديها الكوانتيتي اللي موجوده عندي. تمام؟ وبديها اللاين نمبر. ايه اللاين نمبر ده؟ انا عندي خطوط انتاج، انا كشركه عندي خطوط انتاج، فبديها رقم خط الانتاج اللي هي اصلا هتبقى ريليتد بيه بعد كده، خط الانتاج. وعندي اليونت برايس، وعندي سعر الوحده، وعندي سعر الايه؟ سعر الوحده. وعندي السبلاير هنا مالتي، لان انا عندي ميني سبلايرز. يعني ممكن نفس القطعه دي بيجيبها لي اكتر من مورد. مش شرط ان القطعه الواحده بيكون محتكرها مورد واحد. ده كان الفكر بتاعي في الاول. لما جيت ابص على الموضوع لقيت الموضوع فيه شغل. اولا لقيت ان فكره السبلايرز دي هتتربط بسبلايرز. تمام؟ ولقيت ان ممكن كمان اللاين نمبر دي اعمل خطوط الانتاج بتاعتي، اعمل لها تيبل اسمه خطوط الانتاج، وابدا اشتغل عليها باسلوب مختلف. فدي حاجه. الحاجه الثانيه لقيت ان خط الانتاج وانا شغال بقى، خد بالك سيبكم من هنا خالص، انا خط الانتاج اللي عندي لقيت ان مش كل القطع ليها خطوط انتاج. القطع اللي بتنتج عندي في خط الانتاج في انواع، وفي انواع بتيجي مستورده. الانواع اللي بتيجي مستورده خلاص هي بتخش المخزن، انا مش مالهاش رقم خط انتاج. ممكن تخش المخزن بقى، دي قصه ثانيه، يعني انا هسجلها في المخزن، دي قصه ثانيه. لكن انا مش هيبقى في لاين نمبر، هيبقى نل يعني من الاخر. هيبقى نل. طيب حاجه كمان لقيت اليونت برايس اللي هي تكلفه الوحده بتبقى موجوده في اللي انا شاريه، اللي هو جاي لي مستورد ده، او اللي انا مشتريه. اللي انا مشتريه معروف سعره كام، اما اللي انا بنتجه لا، مش سعر الشراء، بيبقى سعر تكلفه بيكون من قصه ثانيه خالص، بيكون من قصه ثانيه خالص مش من القصه دي. بيكون من رو ماتيريالز، وبيتحط عليه نسبه ارباح، وقصه ثانيه خالص. فلقيت ان من الاخر ان الايتم اللي عندي اللي انا منتجه اللي انا عامله، لقيت ان ليه لاين نمبر، ما لقيتش ليه يونت برايس، ما لقيتش ليه سبلاير، لكن ليه بارت نمبر وليه ديسكريبشن وليه كوانتيتي. الايتم اللي انا مشتريه من بره لقيت ان انا ليه سبلاير، ليه يونت برايس، لكن ملوش رقم خط انتاج عندي، لكن ليه بارت نمبر وليه ديسكريبشن وليه كوانتيتي. فلقيت ان في بعض ايه؟ وتحط وتعمل لاين نمبر اسمه امبورتنت. بالظبط. ايه ده بلوه؟ انت اصلا ما عندكش لاين نمبر اسمه امبورتنت. انت دلوقتي دخلت كمان اكنك بالظبط ايه، عندي ستودنتس، فعندي مثلا 100 ستودنت، وعايز اعمل عمليه ثانيه على الـ على على ستودنت ثاني، فمش لاقي، فاقوم عامل مثلا نو ستودنتس وادخله جوه البيانات. طبعا ده لا، طبعا ده كله ده اخطاء، يعني فكر خاطئ. انت بتحاول تتحايل على الفكره لانك انت مش عارف تحل الموضوع. تمام؟ ولو حللت لي، لو حللت لي هتعمل ايه في السبلاير بقى لما يكون اصلا ده المنتج عندي؟ هتضطر تدخل لي بقى سبلاير اسمه
نو سبلاير. طب واليونت، طب ماشي، طب واليونت برايس ساعتها هتبقى كام؟ انت عملت زي ما تقول تلصم، عمال تحاول كان ازاي. فانت عشان عارف ان في سبلاير نمبر ده تيبل تاني، فانت ممكن تحط حاجه اسمها نو سبلاير، ويبقى ليه حسابات بقى الله اعلم ولا ليه، انا مش عارف. واللاين نمبر كذلك. وبعدين تيجي تخش في اليونت برايس، مفيش يونت برايس، مفيش سعر، دي انا اللي عاملها. فاه هتخش في قصه، فتلاقي نفسك انت بتحاول تلصم، فانت في الاخر هتوصل لداتابيز مش مظبوط. تمام. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل بتاعنا ان انا اجي على البارت واقوم جاي حاطط البارت نمبر، دي حاجات عامه، والكوانتيتي والديسكريبشن حاططهم ليه لوحديهم؟ لان دول بالنسبه لي دول موجودين، سواء كان يعني الايتم بتاعي مانيفاكتشر، يعني جاي انا اللي عامله انتاجه، انا اللي عامل انتاجه، او برشيزد انا اللي شاريه من بره. تمام. في الحالتين انا عندي بارت نمبر وعندي كوانتيتي وعندي ديسكريبشن. قمت عامل بارت، قمت عامل له بارت نمبر وعملت له كوانتيتي والديسكريبشن عامله، وقمت جيت عملت نوع سبيشاليزد منه سميته مانيفاكتشر، اللي هو النوع المنتج اللي هو بتاع خطوط الانتاج بتاعتي. خلاص. وحطيت اللاين نمبر اللي هو رقم خط الانتاج. خلاص. ده مصنع عندي وحطيت رقم خط الانتاج اللي صنعه. طيب والبرشيزد اللي هو المشترى من بره حطيته هنا، وقمت حاطط عليه اليونت برايس، ركبت هنا اليونت برايس وركبت هنا السبلاير. ماشي. لما جيت عملت السبلاير بقى كانتيتي لوحده، كانتيتي فبقى عندي هنا السبلاير، ادي السبلاير نمبر والسبلاير نيم وتا تا 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 بقيت الاتريبيوتس بتاع السبلاير. فلقيت ان في ريليشن شيب بتوين السبلاير والبرشيز. فلقيت ان السبلاير المورد بيسبلايز ميني ايه؟ ميني برشيز ذا ايتمز. والبرشيز ذا ايتم بيسبلايها كم سبلاير؟ برضه ميني ايه؟ ميني سبلاير. فبقت السعر مرتبط بمين؟ مين السبلاير؟ على انه قطعه، لان وارد انا اجيب مثلا مرايه قطعه غيار وجابها لي محمد المورد رقم واحد بسعر مثلا 1000 جنيه، واحد تاني جبتها من احمد هي نفس المرايه بنفس نفس الموديل كل حاجه، ومن محمد مثلا جبتها ب 800 جنيه، فانا جبت هو ب 800 مره وهو ب 1000 مره، ومع الزمن ممكن يبقى هو من عند نفس الشخص كمان سعر اخر بقصه ثانيه. فعلى العموم اضطريت احط اليونت برايس على مين؟ على الريليشن شيب، عشان ديت مش هتتميز لو حطيتها على البرشيز، ومش هتتميز لو حطيتها على السبلاير. حطيتها على السبلاير بقى كل الانواع اللي بيوردها لي بنفس السعر، لو حطيتها على السبلاير كلمه 1000 بقى انه ايتم بيسبلاي ليا ب 1000 بقى كله، وده غلط. ولو حطيت اليونت برايس على البرشيز بقى انه بارت اللي باليونت برايس هيبقى كله، يعني هيبقى البارت دوت رقم 5 ب 1000، لانه سبلاير بقى كله هيبقى ب 1000، وده غلط برضه، وده برضه غلط. تمام. يبقى انا هضطر اعمل ايه؟ احطهم على اليونت برايس عشان لما اخد البرايمري كي بتاع السبلاير يبقى السبلاير رقم كذا، واخد البارت نمبر بتاعت البرشيز، البرشيز ده ايتم البارت رقم 15 السبلاير اللي اسمه احمد، جاب لي اليونت برايس الفلاني، جاب لي باليونت برايس الفلاني. تمام كده. بالشكل ده الموضوع اتفك خالص. هنا عملت سبيشاليزيشن، طلعت بشكل عكسي. مش قضيتنا دلوقتي. مش قضيتنا دلوقتي لان المثال هنا ما كانش بيتكلم على السبلاير اصلا. انت واخد لي بالك؟ ما كناش بنتكلم على السبلاير وقصته. احنا كنا بنتكلم، طب انت ممكن تيجي تقول لي لا، وكمان المفروض ان الكميه كمان بتاعت السبلايز تتحط على العلاقه، لان لما اقول لك صح، لان انا عايز اقول بس ده احنا مش بنركز على فكره السبلاينج خالص. هي احنا السبلاينج هنا طلعناه اكنه انت ازاي؟ تعالى نعيد المثال ونشيل السبلاير اصلا من المثال، من الاكزامبل اساسا. يبقى ساعتها هنعمل ايه؟ هنحط على البرشيز، عشان كده انا قلتها الاول، قلت هنحط على البرشيز اليونت برايس والسبلاير.
ماشي، يبقى السبلاير رقم 15 اللي اسمه احمد هيبقى عنده اليونت برايس بتاعته 1000 جنيه. 1000 جنيه بتاعت انه بارت، لو هو بيورد لي ايتم واحد، بيورد لي ايتم واحد. طب ازاي بقى وانت مثبته على الشخص؟ انت مثبت محمد كاتب قدام، هيكتب، سيبك من الداتابيز، تعال اكتبها على ورق قدام محمد مورد القاهرة، سعر الوحدة ب 1000 جنيه. انت كاتب كده في الورقة، قول لي انا اميز ازاي؟ ما تعرفش تميزها بقى. ازاي لما هو يا حبيبي، يعني انت كاتب كده ورقة قدامك، فكر فيها كده، عامل شيت كده ورقة في قدام ايديك، وبتكتب بقى ايه؟ عندي عادل ده مورد من اكتوبر ب 1000، وعندي احمد مورد من الجيزه 500، وعندي سعيد مورد من مش عارف مدينه نصر كذا، وعمال تحط بيانات 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 قدام احمد ده، انت كاتب 1000 بتاعتين. لا حول ولا قوه الا بالله، هو بيورد لك بارتس كتيره، مش هتعرف، هتضطر تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتقوم كاتب ورقه فيها اسماء الناس وبياناتهم وخلصت خلاص، وهتقوم جاي كاتب ايه؟ كاتب محمد خلاص ورد مرايات ب 1000 جنيه، احمد ورد مرايات ب 800 جنيه، سعيد ورد. هتضطر تعمل دي عمليه التوريد لوحديها، لان مع كل الشخص مع اللي بيورده جابوا لي بسعر كام، الشخص مع اللي بيورده جابوا لي سعر كام، ولا في الشيت بتاع الموردين مش هتحطه فيه، ولا الشيت بتاع البارتس. انت بقى عندك بارتس مثلا، هتيجي تقول المرايات اللي هو البارتس اللي عندك، هتيجي تقول المرايات عندي منها كام؟ عندي منها 50 حته. 50 حته دول بقى جايين لك مين بقى؟ 15 من عند احمد و30 من عند محمد و10 من عند كريم، ومش قضيتك صح ولا لا؟ دول في التوريد، لكن انت جبت من ده بكام معروف. انا عشان يعني 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 كورقه وقلم بعيد عن الداتابيز، انا محتاج اي حد بيجي يعملها بيضطر يعمل لك حاجه مختلفه عن ملفات السبلايرز بارقام تليفوناتهم بالكلام ده كله بركنه على جنب، ولا الايتمز اللي عندي الكميات بكام في المخزن والكلام ده كله بركنه على جنب، وبمسك ورقه، محمد ورد لي 15 حته ب 20 جنيه، كريم ورد لي 17 حته مش عارف بكام، وتمشي تعمل الورقه بتاعت التوريد دي باسعارها لوحدها عشان تعرف تملكها، والا مش هتعرف اوريت لك ايه بكام. مظبوط. طب ما هو لا، مش ده اللي تقصده، مش اي حاجه كده، خليك مركز في اللي انت بتقوله. اللي انت بتقوله ده هو السبلاير اللي في النص ده، السبلايز اللي هو هياخد البرايمري كي بتاع السبلاير اللي هو سعيد، وهياخد الايتم ورد لي كذا اللي هي البرشيزد اي بارت، فهتقول سعيد اللي هو رقم واحد، البرشيزد نمبر اللي هو ورد لي مرايات اللي هي رقم ثلاثه بسعر كذا، اهي اليونت برايس كده ظبطتها. يبقى انت بتتكلم عن الحته دي، ما ينفعش احطها مع السبلاير وما ينفعش احطها مع الايتمز. انا بعمل عمليه التوريد ذات نفسها، مين ورد لي ايه بكام خلاص، والمفترض كمان ان الكميه تيجي كمان، بس احنا مش داخلين في عمليه التوريد دلوقتي، مش بلاش التوريد. مكان دي هنا ودي غيرهم، لان دي الكميه اللي موجوده عندي كامله، هو هنا كان بيتكلم على الكميه الموجوده كامله مش الكميه المورده، عشان كده ايه هو بياخد، انا هنا باخد بس حته من اكزامبل كبير وبقول عايز اعمل فكره السبيشاليزيشن بس بعيد، مش بروجكت متكامل وفي عمليه توريد وموردين، ومش كده هي فكره، ان انا عندي بارت وكان عامل الجدول كان عامل زي اللي قدامكم ده، فازاي افككه واطلع بيه لسوبر تايب وسب تايب، بس هي دي الفكره، مش معزل عن الاكزامبل الكامل، لكن برد عليكم في الاكزامبل الكامل لو هيبقى موجود هيبقى موجود ازاي. تمام كده؟ كويس السؤال ده. ده اسمه، ده النوتيشن، بنسميه النوتيشن خلاص. النوتيشن معروف عندكم انتوا بتحبوا، معلش انتوا شغالين بنوتيشن رمز المصري اللي هو بيعمل خطين خلاص،
بيعمل خطين والناحية التانية خط واحد، بيعمل خطين ناحية مين؟ يعني هيتحط الخطين اهو، صح كده؟ تمام؟ اه، وهنا يبقى خط واحد، مفيش مشكلة. دي هما الاثنين واحد، بس ده نوتيشن وده نوتيشن تاني. خلاص؟ بس انا بحب النوتيشن ده، مش اكتر، انا بحب النوتيشن ده لانه ما بيلخبطش في حتة التاني قريب من شكل ال اسمه ده الويك انتيتي تايب والكلام ده كله، عشان بيبقوا برضه خطين وخط واحد وكده، لكن الاثنين نفس الفكره يعني، مش مشكله. ايه طريق؟ هو انا ما كتبتش هنا الوان والميني، ما عملتش النوع العلاقه يعني، مش واضحه على الرسمه. تمام؟ مش محطوطه، لكن احنا عاملينها في الامثله اللي فاتت، كانت حتى انا تقريبا في كل الامثله اللي كانت موجوده، ما بس كان في مثال واحد كان فيه، اه المثال ده بس اللي كان فيه، اه كان كنت حاطط وان والميني، ممكن او مشال الوان ده خالص، وعند الميني بنعمل اللي هي علامه الثمانيه اللي تبقى على الجنب دي برضه، صح يعني، برضه دي نوتيشن تاني، مش مشكله. عارفين؟ انتوا على فكره انتوا شكلكم معين في موضوع الاي ار، مش في الاي ار، انتوا بس اصلا يعني كل اسئلتكم في الاي ار، فاهمني؟ انت لسه داخل؟ طيب، مش انا قريتها لزميلتنا وقلت لها البيشنت از كاردد فور وان فيزيكال، قلت المريض خلاص مسؤول عنه واحد دكتور، تفتكري كده؟ وراها بالعكس بقول ان الدكتور خلاص بيبقى مسؤول عن ميني بيشنتس، تفتكري كده بس كده؟ اي ريليشن شيب بتفتكري باتجاهين خلاص، وانا ببدا بالانتيتي اللي ببدا منه، ما بقراش الرقم اللي جنبه، بس بقول الدكتور از كاردد فور ميني بيشنتس وخلاص، يبقى كده الدكتور مسؤول عن اكتر من مريض، ده طبيعي. والبيشنت سكادد فور وان ايه؟ وان فيزيكال، يبقى المسؤول عنه واحد دكتور وخلاص. ونفس الكلام لو جيت حبيت تقرا بنفس الاسلوب ده على اي حاجه، اي الريزيدنت بيشنت المريض الداخلي از اسايند على اونلي وان بيد، يعني المريض الداخلي بيتخصص له سرير واحد. تقراها الناحيه الثانيه، ما تقراش بقى اللي قريب، تقول ايه؟ السرير بيتخصص عليه 1 ايه مريض 1 بيشنت وخلاص. تمام كده؟ لو في اي حاجه واقفه قدامكم وانا بتكلم مفيش اي مشكله انك تسالوا فيها يعني، بس مش ما تتابعوش. طيب دي الايه السبيشاليزيشن، تمام؟